صباح النور عليكم، صباح الخير. شراكم لاباس؟ ان شاء الله راكم لاباس، ان شاء الله كل الجزائريين يكونوا في صحه جيده، وكل يعني العالم بكل نتمنى يرفع علينا ربي الوباء هذا يا ربي. راي خلطه كبيره في العالم، يعني والله خلطه كبيره، حتى الانسان عاد ما يعرفش، ما يفهمش، وما يمنش، ما مخلط عليه من كل شيء، جميع الشكوك تدخل في الحالات هذه. والله بصح نقولوا المهم ربي يرفع علينا هذا الوباء ونوليو كيما بكري ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي كل العالم ان شاء الله يولي ياخذ مجراه كيما كان، بالشي اللي فيه المليح واللي ماشي مليح نورمال. انا جيت نهضر نرد على هذاك الفيزازي هذاك المروكي هذاك الشيطان هذاك، انا نشبهه، سامحوني، نشبهه للشيطان، نشبهه ل زير النساء، نعيط له انا غير زير النساء. زير النساء هذا كثر بزاف على للجزائر والجزائريين، كثر بزاف بالدعاوى تاعو الفتنه ولا، ويتكلم كانه فقيه. منين جاتك الفقاهه يا وحده يا ابليس؟ منين جاتك برك الفقاهه يا زير النساء، يا اللي حياتك كامله منشوره في اليوتيوب زير النساء، وكل ما قال حتى مع نسالك مع اللي بتيت فيه اللي بتيت نانا، ما تحشمش على اصلك. جايب اللي يقول لك دركا راهي تسمى، حنا دركا نعطيو كيف يقولوا عندهم ثقه في اسرائيل، وبينما الجزائر هي العدوه. شغل قال لك نكيدوا للجزائر باسرائيل بالمنطق هذا، عليه وشكون اسرائيل وشكون الجزائر يا بابا حناني؟ ما تعرفش قيمه الجزائر والجزائر؟ احنا ما حناش الشعب، احنا تاعنا ماهوش دليل يستنى حتى اللي يجي لي به يحميه. احنا عندنا كرامه، واحنا عندنا اصول، وعندنا تاريخ، وعندنا كل شيء. الشعب تاعنا راهو كيما نقولوها معمر بالشيء اللي يكون الشخصيه الجزائريه، ماهيش كيما نتوما فارغين كيما نتا بعدا. انا نوجه كلامي ليك، تا رجل تاع دين تجيبه تكيد للجزائر باسرائيل. واش اسرائيل؟ اسرائيل مرعدوهم تما، وشي اسرائيل اللي عندكم نتوما؟ اسرائيل الخبث، اسرائيل الارهابيه، هذه هي اللي تفتخروا نتوما بها، اللي وليتوا تفتخروا بها. يا ربي سلطها عليكم، هي ماهيش ربي جازك، وسلطها ربي عليكم، تدير لكم كيما دارت الفاطمه بالعقيله بالعقيله وتاهم. الله يجيب لك برك بحد الموبقات يا شيبه النار. انا هالفيديو هذا راهو تشوفوا تسمعوا ما تسمعوا ما تلومونيش، شيبه النار هذا، الشيطان هذا، ابليس هذا، ابليس. في المغرب كاين بزاف الاباليسه، وهذا واحد من بينهم. ابليس هذا راهو حط عينيه وحط مخه بكل على الجزائر، ولو نهار طرا هو ينشر ويدير في الدعايات على الجزائر والكذب والفتن، واش راح تربح مع ربي؟ عيب عليك، عيب عليك. علاه انت؟ الله يبارك على الشيخ النهار اللي يعرف من الحق من الباطل. انت مجرم من نهار طرا، انت مجرم، مجرم ارهابي انت، يا في عيني وفي عين المراركه بعد راه يقول لك راك ارهابي، ارهابي. الموبقات اللي درتها يعني كيفاه؟ يعني مازلت حتى يعني تقابل وجهك رخيص في العائله تاعك من الشيء اللي درته، ما عندك حتى قيمه حتى قدر. خبيت، متطفل، مدلول، نهار طنت تسلم على اليدين تموت وانت تسلم على اليدين، وتب الفم المليان تفتش على لابوب، نهار طنت تفتش على لابوب بالجزائر. درك عاد لي نودي سب الجزائر وسب الجزائريين وخلاص باهي تشهر. الحمد لله حتى المحنا رانا قيمه وقدر، رانا قيمه وقدر. سما الناس اللي ما يقدروش، سما تجيو نتوما تنعتوا روحكم يا شيطان يا ابليس. جهنم تاكلك ان شاء الله، تاكلك جهنم ان شاء الله يا منافق. انت كون جيت في الجزائر يا صافي بيان لونطوم اللي راك تليكيديت، الا غالب راك في بلاد نتاع وين ما يعرفوش الحق من الباطل، سي نورمال. يظهر لي المروك تخربط عليه، خلاص جاي كحلها عماها، خلاص عماها وعميتوها نتوما بعد بالمروك، نتا وامثالك نتوما بعد اللي زدتو الكيد تاعكم في المروك، نتوما بعد نتا وامثالك يا خبيث. كون جيت تصلح، كونك اك صالح في بيتك، وانت راك من تصوتي من تصوتي من تصوتي من المرا اللي تلقاها. السلام عليكم، تاريخك شد عليك، دليت فيه برك مع حنانتك فيك، وما زلت يعني تقابل العائلة تاعك. يا سلام، نورمالمون ما عندك حتى يعني وجه باه تقابل،
الا غالب راك في بلاد ميكي، سي نورمال راك تحل على فمك هذاك، يا شيطان يا ابليس. عطل الجزائر والجزائر والجزائر، من ردوكم لي جينيرو، هبلوكم لي جينيرو تاعنا، هبلكم الجيش تاعنا. هي ماشي قضية جينيرو، انا نقولها لكم، او الجيش بصفة عامة هبلهم سحرهم، خطاش هما ما عندهم لا جيش، ما عندهم لي جينيرو تاعهم، سي دي فولور ومخبيين. كاش احنا ما نعرفوش على لي جينيرو تاعكم، انتم نهبطوا انتم ستاغني على لي جينيرو تاعنا، خطاش لي جينيرو تاعكم راهم تحت لتحت يخدموا، منهم انتم شعب خواف وتبقاو دائما خوافين. المروك قاعد يفرغ وقاعدين يفرغوا، النظام تاعكم قاعد يزيد يفرغ فيكم بلي ميني منو من يفرغ به يخلي ليسباس الاخرين. يا حيوان يا ناطق يا كلب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا شيطان يا ابليس، يلي تاريخك يشهد عليك، تاريخك يشهد عليك، وتجي تهضر على الجزائر والجزائريين نكيدولهم باسرائيل. شكون اسرائيل هذه؟ حنا سمعوا غير باسرائيل، اسرائيل تسمعوا بها نتوما، ندير لها قيمه، ندير لها قيمه، منها نتوما ضعاف ما تقدروا. واش يجيك من الناس ما يدافعوش لا ارضهم ولا عرضهم، دوك وليتو الرخص اللي رخصتوه مع الاسبان برك يكفيكم، شعبكم فرقتوه، الشعب تاعكم مفرق في جميع العالم. كون جيتو دولة، كون جا عندكم ملك كيما تقولوا، امير، امير طز، امير الزبل، امير المنافقين تاعكم، كون ماشي يرخص فيكم في الدول، ما حط لكم حتى قيمه، وانت واحد منهم عندك حتى قيمه، نهار طول انت تهبهب في ليشان يا خبيت. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. شوف معاك الشيخ النهاري ما توصلوش في سبعه الصغار، ما يديركش حتى نشافه تسيق له الدار تاعو يا كلب. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.